أنا بشوي سليمان جرجس، مسيحي من أسرة مسيحية. أنا دخلت قسم لغة عربية غلط في الأول، ما كنتش حابب أخش القسم دوت. مجموعي في ثانوية عامة ما ساعدنيش إن أنا أخش الكلية اللي أنا نفسي فيها، كان نفسي أخش كلية هندسة بس للأسف ما حققتش الحلم دوت. ده كان زمان، لكن دلوقتي أنا لو جبت مجموع أحسن مجموع هقرر بعد اللي أنا شفته في القسم دوت إن أنا أخش لغة عربية برضه. أنا دخلت قسم لغة عربية، درست علوم قرآن وعلوم حديث، ودرست شريعة إسلامية، ودرست أدب إسلامي وأدب قبل الإسلام. أنا اتعلمت حاجات واستفدت حاجات كتير من الكلية بتاعتي، شخصيتي قبل الكلية دي غير بعد الكلية دي. أنا حقيقي مبسوط بالقسم دوت جدا وشغال بيه دلوقتي وناجح نجاح أنا حاسس إن أنا ما استحقوش، أنا حاسس إن هو شكر أو ترتيب من عند ربنا. الحمد لله يعني. لما دخلت القسم دوت الدراسة فيه كانت صعبة جدا في الأول. بعض من زمايلي الأفاضل كانوا معايا في نفس المنطقة، اتفاجئت إن هم معايا من نفس المنطقة، ساعدوني في الدراسة وساعدوني في الشرح، لدرجة إن هم كانوا بيهزروا معايا يا شيخ بشوية، يعني كلهم في الكلية بس كنا بننادي على بعض كل واحد بيقول يا شيخ فلان. فأنا بشكر من هنا صاحبي مصطفى وصاحبي محمد وأزارو وكل الناس الجميلة اللي كانت بتساعدني في الكلية في الشرح وفي يعني في تسهيل المعلومات. والحمد لله كلنا اتخرجنا من الكليه دي، اي نعم مش كلنا اشتغلنا مدرسين، بس انا حبيت القسم وحبيت ان انا اشتغل مدرس لغه عربيه، ودي حاجه مميزاني جدا لان مفيش حد مسيحي لغه عربيه، فاتطلبت في الشغل يعني كتير في الكنائس وفي المراكز اللي بره، وبالنسبه للطلاب برضو هناك لقيت ثقه من الاهالي المسلمين في اولادهم، فده ادى ثقه للاهالي المسيحيه برضو انها تجيب ولادها عندي. فالحمد لله يعني. وانا بدرس في الكليه كنت بحفظ ايات قرانيه، فكانوا المعيدين والدكاتره في الكليه او صحابي في الكليه يسالوني هل انت مش حابب دوت او مش مرتاح، او لما اجي ادرس للطلاب اللغه العربيه طب حضرتك هتشرح قران ازاي؟ طب ما انا كطالب مسيحي طول الدراسه وانا صغير بدرس لغه عربيه كنت بحفظ ايات قرانيه، فما كنتش عندي مشكله مع الايات القرانيه اصلا من الاول ولا الاحاديث الشريفه. ولما دخلت الكليه وتعمقت في الايات القرانيه والاحاديث الشريفه لقيتها بتتكلم في نفس النصوص اللي بتهدف اليها المسيحيه، يعني كل الديانات السماويه بتتكلم كلام ازاي علاقه الفرد بربه وازاي علاقه الفرد بالمجتمع، ولو نفذنا الوصايا دي في المجتمع ايه اثر الوصايا دي في المجتمع. يعني مثلا ايه زي او حديث شريف زي الحريه المثاليه، ده يعلمنا الفرق بين الحريه بتاعت العالم والحريه الحقيقيه. حديث شريف بيتكلم عن وصايا مثلا لازم نعملها في حياتنا، آية قرآنية زي بتتكلم عن سورة لقمان. برضو وأنا بشرح الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بلاقي الطلاب متقبلة عادي مني، لأن الأهداف بتاعت زي ما قلت لحضرتك الديانات السماوية كلها واحدة. يعني مثلا أنا عندي في منهج سنة ستة ابتدائي القديم اللي اتلغى كان عندي حديث شريف أنا كنت بحبه جدا، كان جميل جدا، اسمه الحرية والمسؤولية. يعني كان بيبدأ زي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، قالوا لو أن خرقنا من نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن ربطوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الحديث الشريف ده عاوز يعلمنا إن إحنا في فرق بين الحرية بتاعت العالم والحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية المفروض إن حرية الإنسان تتوقف عند حرية الآخرين، يعني أنا ما ينفعش مثلا اخد شقه في الدور الثاني واقول انها بتاعتي حريتي فكسر كل العواميد اللي فيها، طب ما العماره كلها هتقع، لو سكان العماره دول سابوني العماره كلها هتقع. ففي فرق بين الحريه وفي فرق بين الحريه الحقيقيه، الحريه الحقيقيه هي حريه الانسان تتوقف عن حريه الاخرين.